فردة الشبشب دي هتعملي المحشي في ثانية، في ثانية هتخلصي كمية محشي 5 كيلو محشي. انا جبت المحشي وحشيته كله، والمكنسه دي صدقوا المكنسه دي كلها حشيت لي حله محشي. فلفل اسمر وملح، وهنحط بقى في الفرن مع بعضينا. يلا بص، هي بعد ما عملناها طبعا انتوا عارفين طبعا مكرونه ام نور.